عند اعتبار الاستاذ فاضل محمد سبيلا الذي حال حاله صحيه دون امكانيه حضور الوقت، اصر اصرارا كبيرا على ان اسجل اعتباره ونتمنى الدستور المغربي سنه 2013 الدول الوطنية ينظم الفريق الاشتراكي بشراكة مع مؤسسة فكر من أجل تناول الموضوع أساسي وعنده أهميته ويدخل في صلب اهتمامات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المتعلق بالمسألة الثقافية. تعرفوا بلادنا اليوم كتعرف واحد النقاش كبير مرتبط بالنموذج التنموي الجديد، لكن يتم تغييب المسألة الثقافية كركيزة أساسية لأي تنمية مستدامة في شقها الاقتصادي الاجتماعي والبيئي. الثقافة عندها أهميتها، تأثيرها على المجتمعات وعلى تطور المجتمعات والدول، هي تؤثر وتتأثر. الاهتمام بالتراث حين يكون ثقافة مؤسسة داخل دولة ما فهو في حد ذاته يؤثر في المسألة الثقافية، وبطبيعة الحال كلما غابت الثقافة كلما كان هناك نوع من التقدم نحو الأمام إذا صح التعبير بعين مغمضة. لأساس اليوم هو أننا سنتناول الثقافة في علاقة بالتنمية باعتبارها هي الأساس، باعتبار على أنه لا يمكن أن نتحدث عن أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية وما إلى ذلك في غياب المسألة الثقافية. ونعتبر بأن التنمية المستدامة إذا لم تأخذ بعين الاعتبار المسألة الثقافية والاهتمام بالجانب الثقافي وإلى إيه الأهمية الكبرى منذ التنشئة، يعني منذ التربية، نعتبر بأنها ستكون تنمية مستدامة ناقصة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.